ولنقاش ملف نفوذ الميليشيات الطائفية في العراق والانتخابات المبكرة المرتقبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله مساءك أيضا دكتور. تفرض الميليشيات إيتاوات على المدنيين تحديدا في المحافظات المنكوبة، ما مدى شرعية فرض مثل هذه الإيتاوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفساد الذي ضرب العراق وخاصة في المحافظات المنكوبة بشكل خاص هو سياسة مدروسة من قبل الأحزاب. سياسة التدمير المادي تمت عن طريق ما تسمى التحرير بين هلالين، والانتقام المربع الأمريكي الإيراني من هذه المناطق التي انطلقت منها المقاومة العراقية الحقيقية، وسرقت حتى هذا الاسم باسم المقاومة لمن أتى مع المحتل الأمريكي وتسلح بسلاح المحتل الأمريكي ودافعت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وساندته في مراحل التدمير المختلفة لهذه المناطق، ومن ثم سلم زمام الأمور في العراق كله، لأنه هناك مشروع ينفذ في العراق من قبل يسمى المشروع الأنجلو-أمريكي الصهيوني الفارسي كما سميته في أحد البحوث، لأنه هذا الترابط الثلاثي الذي نراه عمليا على الأرض هو تغول الميليشيات، إنهاء شكلية حتى الدولة العراقية بهزالة تنظيمها المدني والعسكري وما إلى ذلك. الآن نأتي إلى جانب عندما يشرعن عمليات، يشرعن السلاح خارج نطاق الدولة ويوضع له إطار بمسمى تابع لمجلس الوزراء أو تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، وكلنا نعرف أن العسكر الحقيقي لا ينصاع لأمر مدني مهما كان، لأن هذا سياقه مختلف وتدريبه مختلف وقواعده العسكرية وشرفه العسكري لا يسمح له أن ينقاد لشخص مدني بالصنف نفسه، لا نعني درجة الوزير وإنما نحكي عن الدرجات العسكرية التي تشارك في القضية الأمنية وغيرها. في هذا السياق دكتور، في هذا السياق بالحديث عن هذا الجانب العسكري، كيف يمكن قراءة الاستعراض العسكري للصدر وميليشياته في هذا الوقت بالذات قبيل موعد الانتخابات المبكرة؟ هذا الأمر حقيقة ينذر بعواقب وخيمة جدا، لأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه دولة. يعني تخيل أن كل حزب أو كل مجموعة أو كل عصابة أو كل مسمى لديه ميليشيات مسلحة لا يحدها حدود ولا تخشى من أن تعترض لها الدولة، لأنه أي استعراض عسكري نحن نعرف أنه هناك يجب أن تكون موافقات وشروط وخروج منظم في أماكن محددة، ليس لأن تجوب الجيوب المسلحين كالعصابات في الشوارع. إذا كان الاستعراض العسكري الرسمي يحدث بموافقات وفي أصول وفي مناطق وفي أماكن محددة ويتم قطع الطرق لكي لا تأذى الناس، أما أن يظهر فريق من العصابات المنفلتة في الشوارع وغياب الدولة تماما، نحن نتكلم عن 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 عن, عن, عن وضع فقدان شكلية، أنا قلت شكلية الدولة العراقية، أين تلاشت الدولة العراقية بمسمياتها التنظيمية وأطرها التنظيمي؟ عندما يخرج تنظيم مثل الجيش المهدي أو سرايا السلام أو عصائب في استعراض عسكري وسط بغداد، والأدهى منها قبل فترة عندما اعتقل قسم من المجرمين من الميليشيات قاموا باستعراض عسكري في بغداد وتحدي لكل القوانين العسكرية وأجبروا رئيس ما يسمى رئيس الوزراء بإطلاق سراح المجرمين. إذن كيف يقوم المواطن العراقي
بحرية الانتخاب إذا كانت هذه العصابات هي التي تتحكم في الدولة وتتحكم في القوات الأمنية، ولا يوجد لديه ولا يوجد هناك رادع، لا رادع قانوني ولا رادع عسكري، ولا يوجد الجهة تستطيع أن تحد من نشاط هؤلاء، لأنهم أصبحوا هم السلطة التي تسير كل العمليات الأخرى. لاحظي على قضية الاختطافات العلنية الآن للناشطين الذين خرجوا بمظاهرات يسندها القانون. بالمناسبة عندما تريد أن تخرج أنت بمظاهرة سلمية يجب أن تحصل موافقة، لكن عندما يستعرض فصيل الميليشياوي لا يحتاج إلى موافقة. لاحظ التناقض في 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 إدارة ملف الأمني للعراق، ولهذا نحن نقول أنه هذا التغول سوف يؤدي إلى كارثة، وخاصة في المناطق التي تظهر فيها ثورة تشرين على أشدها، واليوم هناك مناوشات في 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 الكوت وفي الناصرية وفي كربلاء وفي النجف وتمتد إلى بغداد. هذا التغول ينذر عن كارثة حقيقة. حتى هناك تصريح للسفير البريطاني في العراق قال أنه قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات سوف تكون هناك حرب كارثية في العراق ما بين الميليشيات وما بين الناس. نعم، وكالة فرانس بريس ربطت تصريحات الصدر الأخيرة بين استحواذه على السلاح ونتائج الانتخابات لحسمها لصالحه، ما مدى صحة ذلك؟ إذا كان الأمر واضح جدا أنه الذي يستطيع أن يفرض إرادة السلاح على الشارع يستطيع أن يأخذ ما يشاء، لأنه لا توجد هناك قوى حقيقية في على الأرض، القوى كلها قوى مصلحية مرتبطة في مشاريع خارج العراق، سواء كل يغني على ليلاه. والصدر معروف بأنه هو أحد أهم ركائز المشروع الإيراني في العراق، ولا ننسى أن كل الميليشيات التي ظهرت عليها واتهمت بالإرهاب هي خرجت من عباءة هذا التيار، وهو تيار يجمع الكل. قيس الخزعلي من ضمن كان ضمن الجيش المهدي، وغيره كثيرين، وعصائب أهل الحق وما إلى ذلك من المسميات الكثيرة، وحتى هذه المسميات حزب الله وما أعرف، هذه كلها مسميات حقيقة اتسعت بها المشروع الإيراني في العراق، واستطاعت أن تحصل على فتوى ما يسمى الجهاد الكفائي الذي شرعنا الميليشيات ليطلقها على الشعب العراقي، بكل الشعب العراقي. الآن عندما قلنا في 2014 لأهلنا في جنوب العراق بأن الذي يقتلني اليوم سيقتلك غدا، كان الأمر بعيدا عن متناول الفهم لكثيرين من الناس الذين انخدعوا بعملية أنه داعش والسنة والشيعة وهذا المشروع. نعم. المشروع الإيراني مشروع لا يرتبط بعقيدة دينية، وإنما يرتبط بعقيدة قومية مغلفة بالدين، والآن يقتلون شيعة العراق عيانا بأنهم ضد المشروع الإيراني. إذن هناك فرز يجب أن يقول الشعب العراقي وعى لهذه الحقيقة، ولهذا السبب عندما وعى الشعب العراقي حقيقة المشروع الإيراني في العراق بكل أطيافه، الآن بدأت الميليشيات تسلح وتظهر بكل جرأة تتحدى الدولة التي هي لا وجود لها عمليا على الأرض. نعم. إذن ماذا سيحصل في الانتخابات أو قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ السيطرة على المال العام، والسيطرة على المشاريع، السيطرة على الوزارات. يعني المشكلة مو بالمشاريع الصغيرة، المشكلة أنه الميليشيات تمتلك وزارات تمولها من لها نسبة كبيرة من أموال هذه الوزارات. وإذا إذا 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 كانت هذه الأحزاب تشتري المنصب بعشرة مليون وعشرين مليون وثلاثين مليون، هل تتوقعين أو يتوقع المشاهد الكريم أنه هذا الذي يشتري المنصب بهذا هذا يريد أن يبني بلد؟ هذا أجل يسرق. نعم. ويفرض إرادته بقوة السلاح، والآن السلاح مشرعا، يعني السلاح خارج الدولة لا ينص عليه القانون، ولكن هؤلاء أخذوا شرعية بأنهم يفعلون ما يشاءون وفق قانون يسمى قانون الميليشيات وهذا الحشد الشعبي وهذه المسميات، وبالتالي أصبح المواطن فريسة الآن. لا يستطيع، ليس قانون يدافع عنه، لا يوجد قضاء يدافع عنه، ولا توجد دولة تدافع عنه، والانتخابات على الأبواب، والمشاهد عليه أن يختار
كيف سيؤدي أمانته أمام هذا هذه الفوضى التي حقيقة أصبحت سمجة. عندما أشكرك أشكرك الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.